أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يكتب ولكم خالص تحياتي، أم أن خالص التحية يكون لله فقط؟ ما أعرف في هذا الشيء أنه يمنع أنه يقول لكم خالص تحياتي، لكن هذا لا يعد سلاما ولا يعد ردا للسلام. السلام يؤتى بلفظه السلام عليكم أو سلام عليكم. نعم.